أهلا بكم إخواني وأخواتي الأعزاء، نصلي من أجلكم إن الرب يبارككم ويحفظكم. الوعي الإلهي يسمى أيضا بالحقيقة المطلقة، يسمى بالطاقة الإيجابية، يسمى بالعقل الكوني. سوف نوضح في هذه الحلقة تطبيقات مهمة في كيفية الاتحاد بالوعي الإلهي. ربما تتساءل وتقول: لماذا نتحد بالوعي الإلهي؟ ما معنى الاتحاد بالوعي الإلهي؟ الأرض إخواني وأخواتي هي مدرسة أو مؤسسة تدريبية، نتعلم منها كيف نصعد إلى مستويات عليا في المحبة والتفاؤل. العقل الكوني، الطاقة الإيجابية، يعني أحد الصفات المهمة التي تميز العقل الإلهي، العقل الكوني، هو إنه محبة. والغرض من وجودنا على كوكب الأرض أن نتعلم كيف نرقى بأفكارنا ونحب، نتعلم أن نحب، نتدرب على أن نحب كل شيء فينا وكل شيء حولنا. لماذا؟ لكي نحصل على طاقات إيجابية، بمعنى الوعي الإيجابي. هذه الطاقات الإيجابية أو الوعي الإيجابي تؤهلنا بعد أن نترك الأرض إلى أن نكون مستعدين للعيش في مستويات ومحطات أعلى، حيث نصبح هناك طاقات ملائكية نقوم بالعناية والإشراف على الكائنات التي تعيش في مستويات أقل مننا، مثل كوكب الأرض وكواكب أخرى ذات ترددات غير نقية. إذن الهدف الرئيسي إخواني وأخواتي من اتحادنا بالوعي الإلهي، وهو أن نتعلم كيف نحب أكثر ونتفائل أكثر ونرى ظروف أكثر إيجابية ونرى حياة أكثر إيجابية ونرى السعادة ونرى الجمال والذكاء. كل هذه الأمور هي صفات الله، هذه الصفات تؤهلنا بعد أن نترك الأرض كما قلنا، يعني أن نكون مستعدين لأن نعيش في مستويات ومحطات أعلى. هناك الآن في هذه المحطات الأكثر نقاء هناك ملائكة، طاقات إيجابية. هذه الملائكة وهذه الطاقات الإيجابية الآن تتدخل في شؤون الإنسان، وأيضا تريد أن تغير الوعي السلبي للإنسان إلى وعي إيجابي. هذه الطاقات الملائكية قسم منها كان يوما ما أيضا كانوا بشر مثلنا، ومروا يعني من خلال رحلتهم الكونية، مروا أو عاشوا خلال رحلتهم الكونية، عاشوا في كوكب الأرض وأيضا تدربوا وتعلموا وفهموا قوانين الكون، ومن ثم ارتقوا أو صعدوا إلى محطات ومستويات أرقى وأصبح هناك طاقات ملائكية. فهذه الطاقات الملائكية، نريد أن نكرر، كانت يوما ما جزء قسم منهم، كانوا يوما ما أيضا بشر مثلنا. فكل الكون، أسرار الكون، معنى الكون، لماذا نحن موجودين على الأرض، ما هو هدف الله، ما هي طبيعة الله، كل هذه الأمور هي تتركز في نقطة واحدة وهي المحبة، المحبة والتفاؤل والشعور بالثقة العالية بالنفس والفرح والشعور بالسعادة. هذه الأمور التي هي طبيعة الله. عندما تفهم وتطبق العيش في اسم الله وتجعل مشاعرك وأحاسيسك وشخصيتك، عندما نقول مشاعرك وأحاسيسك وشخصيتك بمعنى وعيك، فعندما يكون وعيك جزء من اسم الله أنت تعيش السعادة المطلقة. ربما تسأل تقول: ما هي السعادة المطلقة؟ الجواب: السعادة المطلقة هي ترددات النقاء أو الإيجابية المطلقة. والإيجابية المطلقة العقل الإلهي تنعدم في العقل الإلهي تنعدم تماما
الطاقة السلبية، المشاعر السلبية كلها تنتهي. والسعادة المطلقة هي ترددات النقاء والإيجابية المطلقة في الأمان والطمأنينة والإحساس بالثقة العالية بالنفس والفرح المطلق والهدوء المطلق والذكاء المطلق، بمعنى آخر موت المعاناة تماما من وعيك. التطبيقات التي سوف نذكرها تعتمد فعاليتها بمعنى مقدار نجاحها على مقدار كبير كيف تشعر بها وكيف تحس بها وتفهمها. في علوم الميتافيزيكس ثلاث نقاط مهمة جدا، مهمة هذه الثلاث نقاط، هو الشعور والإحساس بترددات العقل الكوني، ثم فهم طبيعة العقل الكوني، يعني الشعور والإحساس ثم الفهم، زائدا أن تكون نواياك نقية، بمعنى أنت تريد أن تتدرب وتتعلم وتفهم طبيعة العقل الكوني، تريد أن تتحد مع العقل الكوني، يعني النوايا النقية جدا جدا مهمة. فهذه الثلاث نقاط تعتمد، يعني هذه التطبيقات على نجاح هذه التطبيقات تعتمد على مقدار يعني كبير على هذه الثلاث نقاط، الشعور والإحساس بها وفهمها، تفهم طبيعة الله، تفهم الكون، تفهم الطاقة الإيجابية، تتعرف عليها، والنوايا النقية، يعني هدفك تريد أن تتحد مع الله، تريد أن تتعرف إلى الله، ويعني تكون مستعد أن يعني أن تتقدم خطوات إلى الأمام من أجل أن يعني تعيش هذا الاتحاد. هذه هي هذه النوايا النقية مهمة، intention باللغة الإنجليزية تسمى intention، يعني pure intention، نوايا نقية. أيضا خلال التطبيقات عندما تطبقها نريدك أن تعمل هذا التمرين، يعني في كل تطبيق تعمل نريد منك أن ترسم أو تبني بعقلك صورة دائرة الضوء. هذا مهم، سوف نقرأ التطبيقات، في كل تطبيق يعني بإصبعك أو تريد أن تبنيه بعقلك، ترسم صورة دائرة الضوء، وعندما تسمع أو تقرأ كلمة الضوء بمعنى العقل الكوني، الضوء هو العقل الكوني، هو الطاقة الإيجابية. فهنا عندما تقول في التطبيقات ضوء الله، الله وحده، عندما نقول الله وحده لا سوف لا تكون هناك صورة معينة لا نستطيع أن نفهمها، يعني عندما نقول الله، ولكن عندما نفهم المعنى الحقيقي لهذه الكلمة الله، فالله يقترن بالمحبة المطلقة، السعادة المطلقة، الجمال المطلق. فعندما تقول ضوء الله بمعنى الضوء الذي ينبع من الحب المطلق والسعادة المطلقة والذكاء المطلق والأمان المطلق، فنقول هنا والله عندما تنطقه، هذا شيء مهم، تراه الله، تراه الحب المطلق والذكاء المطلق، هذا شيء جدا مهم، يعني يجب أن نقول مرة أخرى، نكرر أن هذه التطبيقات تعتمد فعاليتها على مقدار كبير على الشعور والإحساس بها وفهمها وبناء صور الكلام والنوايا النقية. فإذا الله عندما تنطقه تراه الحب المطلق والذكاء المطلق والصحة المطلقة، وأهم شيء هو الله فضاء الفرص الغير محدودة، أي النجاح المطلق. التمرين الأول، تضع يدك على قلبك هكذا، ممكن يديك يعني الاثنتين أو يد واحدة، وتقول اسم الله على قلبي. نريد أن نرجع مرة أخرى لهذا الشيء المهم، فعالية التطبيقات تعتمد مقدار كبير على الشعور والإحساس بها وفهمها وبناء صور الكلام، وتكون النوايا نقية. فإذا ماذا يعني عندما تقول اسم الله على قلبي؟ بمعنى أن قلبك الآن هو السعادة الغير المحدودة، هو الجمال الغير المحدود،
هو الصحة الغير المحدودة، هو الذكاء الغير المحدود، هذا فهم، يعني هذا هو فهم العقل الكوني. وتشعر أن قلبك، وتشعر أن قلبك هو السعادة وهو الصحة وهو الجمال وهو الذكاء، هذا الشعور. زائدا النوايا، أنت لديك نوايا نقية أن تشعر بهذا الشيء، أن تعيش المحبة، أن تعيش الاتحاد. فتكرر هذا التمرين أيضا على رأسك، يعني تضع أيضا يدك على رأسك وتطبق هذا التمرين بنفس الإحساس والمشاعر والفهم والنوايا، وعلى كل أعضاء جسمك. هذا التمرين الأول. التمرين الثاني، اجلب أي مشكلة أنت تعاني منها الآن، كبيرة صغيرة، ممكن نفسية أو عاطفية أو مادية، وأيضا وتقول اسم الله وتذكر المشكلة. هذا تبنيه صور، عندما نقول تبني يعني في عقلك تبني صور، بمعنى تبني مشاعر وتبني أحاسيس إيجابية. عندما نقول أحاسيس إيجابية بمعنى العقل الكوني الإيجابية المطلقة، فتقول اسم الله. وأيضا عندما تقول اسم الله، ماذا يعني الله؟ الله الحب المطلق، السعادة المطلقة، الذكاء المطلق. وتضع المشكلة، يعني تأتي تجلب المشكلة إلى عقلك وتقول اسم الله وتذكر المشكلة مع رسم. ماذا قلنا؟ قلنا رسم دائرة الضوء، فترى ضوء الله، وممكن أن تحرك إصبعك هكذا، يعني وأنت تذكر المشكلة في وعيك وتقول اسم الله وتذكر المشكلة وتضع اسم الله على هذه المشكلة، ممكن في إصبعك هكذا رسم دائرة الضوء كما قلنا سابقا. هذا شيء جدا مهم، أن ترسم دائرة الضوء، وهذه الدائرة، دائرة الضوء هو ضوء الله، يحيط بالمشكلة ويزيلها. هذا شيء جدا مهم. التمرين الثالث للحوامل، تضعين يدك على بطنك وترسمين دائرة الضوء على بطنك وتقولين اسم الله على طفلي. أيضا اسم الله بمعنى السعادة المطلقة، الجمال المطلق، الحب المطلق، الذكاء المطلق، هذا هو الله. وأيضا الشيء المهم، الرجل مع زوجته ممكن أن يضع يده أيضا على بطن زوجته أو أخته ويطبقون هذا التمرين. نريد أن نقول هذا التمرين مهم جدا جدا جدا. لماذا نرى يعني الأطفال، بعض الأطفال عندما يولدون مصابين بعاهات؟ لأن الوعي للأب والأم أو وعي الأجداد كان أو يكون وعيا سلبيا. كلما تتحد بالوعي الإيجابي، أي العقل الكوني، أي الله، أي الطاقة الإيجابية، فسوف يكون أيضا يعني أنت أيضا تنقل عن خلال هذا التمرين، أنت تنقل الوعي الإيجابي إلى طفلك وإلى أطفال أطفالك وإلى الأجيال القادمة. فهذا شيء جدا جدا مهم حقيقة، التمرين الثالث للحوامل. وحتى نريد أن نكرر، الرجل مع زوجته ممكن أن يضع يده أيضا على بطن زوجته ويطبقون هذا التمرين. التمرين الرابع، طفلك غير كفؤ في المدرسة أو صحته غير جيدة أو يشكي من حالة معينة، أيضا ترسم دائرة الضوء في عقلك وممكن هكذا يعني تحرك إصبعك حول من؟ حول طفلك، ترسم دائرة الضوء حوله وأيضا تقول اسم الله على طفلي، بمعنى أنت ترى الحب المطلق والسعادة المطلقة والذكاء المطلق بمشاعر نقية وبفهم، وترى ضوء الله حول طفلك وسعادة الله، طبيعة الله، يعني السعادة الغير المحدودة والذكاء الغير المحدود والحب الغير المحدود على حياة طفلك وعلى ظروف طفلك. هذا التمرين الرابع. الخامس، لديك مشكلة مع شخص معين في العمل أو خارج العمل، أيضا ترسم دائرة الضوء حول هذا الشخص وحولك أيضا وتقول اسم الله على المشكلة وعليكما، يعني أنتما الاثنين أيضا. طبعا عندما نقول اسم الله بمعنى الوعي الإيجابي، عندما نقول اسم الله الطاقة الغير المحدودة من الفرص، عندما نقول اسم الله كما وضحنا الحب المطلق، الجمال المطلق، فتقول اسم الله على المشكلة وعليكما أنتما الاثنين أيضا. التمرين السادس، تطبق نفس التمرين الخامس في حالة تكون لديك مشكلة مع مجموعة،
إذا كان لديك سوء فهم أو مشكلة، سواء كانت كبيرة جدا جدا أو صغيرة جدا، هذا لا يهم. هذا هو التمرين السادس. التمرين السابع، لو لديك زواج قريب أو علاقة جديدة وأنت متردد ولا تعرف مستقبلها أو مصيرها، أيضا ترسم دائرة الضوء حول الشخص الذي أنت تريد الارتباط به، فتجلب تأتي بالشخص لعقلك. عندما نقول تأتي أو تجلب الشخص لعقلك يعني وعيه، شخصيته، وترسم دائرة الضوء حوله وتقول اسم الله بمعنى ماذا؟ يعني ماذا نقصد عندما نقول وتقول اسم الله؟ بمعنى الحقيقة المطلقة، الجمال المطلق، السعادة المطلقة، الذكاء المطلق، وتذكر اسم ذلك الشخص وتشعر وتحس وبنوايا نقية. هذا التمرين السابع. التمرين الثامن، لو لديك مشكلة قضائية في محكمة وأنت ربما متوتر الآن وخائف ولا تعرف كيف تتصرف، وهذه المشكلة تتدخل فيها أطراف كثيرة وأنت حائر ولا تعرف كيف تتصرف، تبني دائرة الضوء مرة أخرى. ودائرة الضوء بالمناسبة جدا جدا مهمة، جدا مهمة دائرة الضوء، فترى دائرة الضوء حول المشكلة وحول الأطراف الذين هم مشتركين في هذه المشكلة، وتقول اسم الله على المشكلة والأطراف المشتركين بها. التاسع، لو لديك موضوع دراسي لا تفهمه أو صاحب العمل أعطاك مسؤولية لا تستطيع أن تتحملها، أو لديك خطة سفر أو زواج، تبني دائرة الضوء وتقول اسم الله على الموضوع، يعني على الموضوع الدراسي أو على موضوع المسؤولية أو على موضوع هذه الخطة أو على موضوع الزواج. هذا هو التمرين التاسع. التمرين العاشر، عندما أتحدث مع أشخاص أقول لهم كلما الإنسان يصلي من أجل الناس الآخرين ويتمنى لهم التوفيق، فهذا الأمر، يعني أمر الصلاة من أجل الناس، فهذا الأمر يقوم بزرع طاقة إيجابية غير محدودة بظروفك السلبية. كلما تصلي من أجل الناس الآخرين فهذا الشيء يقوم بزرع طاقة إيجابية غير محدودة بظروفك السلبية ويزيلها تماما. بمعنى الصلاة من أجل الآخرين يعود بالمنفعة المضاعفة لك. فالتمرين العاشر هنا أنت تبني دائرة الضوء وتقول اسم الله على أقربائك وجيرانك وجيران جيرانك وعلى شعب مدينتك ودولتك. تطبق هذا التمرين باستمرار باستمرار وتتعود عليه وتشعر به وتحسه ونوايا نقية، يعني تتمنى بنقاء الخير والسعادة والمحبة لأقربائك وجيرانك وجيران جيرانك ولشعب مدينتك ودولتك ولكل دول الأرض وشعوب الأرض. هذا التمرين العاشر. التمرين الحادي عشر، هنا تمرين الحماية ضد السرقات والاعتداءات والجرائم. تبني صورة الضوء هكذا، لاحظ، على شوارع منطقتك، وتبني صورة الضوء حول بيتك، والضوء حول بيوت مدينتك، والضوء حول أفراد أسرتك، والضوء حولك، وأيضا تقول اسم الله. ونريد أن نكرر، عندما تقول اسم الله بمعنى الحماية المطلقة، الذكاء المطلق، السعادة المطلقة، الإيجابية المطلقة، الأمان المطلق، هذا عندما تذكر اسم الله والضوء. ففي كل تمرين لو تلاحظ الضوء، دائرة الضوء ترسمها، شيء جدا جدا مهم. التمرين الثاني عشر، عندما تراجع مؤسسة معينة لأمر ما، تبني دائرة الضوء وتقول اسم الله على هذه المؤسسة واسم الله على الأشخاص الذين يعملون في هذه المؤسسة. التمرين الثالث عشر، عندما تكتب إيميل أو تكتب بحث معين أو تقرير أو رسالة مطبوعة وتريد إرسالها، أيضا تبني دائرة الضوء حول هذه الرسالة وتقول اسم الله وثم ترسلها. التمرين الرابع عشر، ربما تزور شخص أو أشخاص في مستشفى، وهذا شيء جدا مهم، تضع يدك على جبينه، جبين هذا الشخص الذي هو راقد في المستشفى، وتبني دائرة الضوء، هذا في عقلك، تبني دائرة الضوء حول هذا الشخص وترى اسم الله عليه، بمعنى تراه،
تراه هذا الشخص، الصحة الغير المحدودة، الجمال غير المحدود، السعادة الغير المحدودة، الذكاء الغير المحدود. ونريد أن نقول مسألة يعني بناء دائرة الضوء حول هذا الشخص، ضوء الله يحيطه وضوء الله يخترقه، وهو الآن في صحة عظيمة وسعادة عظيمة وذكاء غير محدود. التمرين 15، هذا التمرين مهم جدا جدا، صلاة من أجل الأرواح التي تعيش في المحطات السلبية. أنتم لا تتصوروا أخواني وأخواتي كم الناس الأرواح التي تعيش في المحطات السلبية تحتاج وتبحث عن يعني هذه الصلاة، صلاة من أجل هؤلاء الذين لم يفهموا طبيعة العقل الكوني ويستقرون الآن في محطات سلبية، يحتاجون كثيرا كثيرا صلاتنا. فتبني دائرة ضوء الله، وعندما نقول تبني دائرة ضوء الله بمعنى ترى هذه المحطات السلبية في هذه الأرواح السعادة والجمال والهدوء والاطمئنان في هذه المحطات السلبية، وترى اسم الله على هذه الأرواح، وتطلب من الله وملائكته أن يرفعوهم، يعني يرفعوا هذه الأرواح التي تعيش في المحطات السلبية إلى محطات إيجابية. هذا التمرين مهم ونطبقه باستمرار من أجل الأرواح التي تعيش في المحطات السلبية، لأنهم هم إخواننا، نحن عائلة كونية واحدة، ليس يعني فينا أي انفصال، نحن عائلة كونية أيضا مع كائنات أخرى في الكون. الكون عميق جدا غير محدود، فيه كائنات كثيرة وأرواح كثيرة وطاقات متنوعة، فنحن عائلة كونية نصلي من أجل الناس، ونصلي من أجل الأرواح التي تعيش في المحطات السلبية، ونصلي من أجل كائنات أخرى في هذا الكون. التمرين 16، تصلي من أجل المدمنين والذين ارتكبوا جرائم والذين هم في السجون. تبني دائرة ضوء الله على المساجين، وترى اسم الله في على حياتهم، وأيضا تراهم يتغيروا، تبني صور يعني تراهم يتغيروا من الوعي السلبي للوعي الإيجابي، ويتركوا أو يغادروا هذه السجون، ويغادروا الإدمان، ويغادروا الجرائم، ويصبحوا يعني يكتسبوا الوعي الإيجابي، بمعنى مركزهم المحبة، فكرهم محبة. فهذا التمرين حقيقة لا تتصور مدى أهميته، أيضا نطبقه باستمرار، نصلي من أجل يعني الناس الذين لديهم وعي سلبي مثل المدمنين والذين ارتكبوا جرائم والذين هم في السجون. التمرين 17 أيضا مهم جدا جدا جدا، نصلي من أجل اليتامى والضائعين والمحبطين واليائسين. هنا أيضا تبني دائرة ضوء الله، وعندما نقول تبني دائرة ضوء الله يعني بإصبعك هكذا، وضوء الله ترى الحب المطلق والجمال المطلق في اليتامى وفي الضائعين وفي المحبطين واليائسين، وترى اسم الله على حياتهم، وترسل لهم بركات الله في المحبة والسعادة والجمال. هذا التمرين مهم جدا جدا جدا، فنحن نساعد أنفسنا وأيضا نساعد الناس، نحن كون واحد كما قلت، عائلة كونية، فنحن ليس فقط نصلي من أجل أمورنا، نحن ليس فقط نصلي من أجل يعني أن نحصل على فوائد، وإنما نحن أيضا مهمتنا في الحياة أن نرفع الناس إلى الوعي الإيجابي، لأننا نحن لا نستطيع يعني ككائن بشري، نحن لا نستطيع أن نعيش الإيجابية لوحدنا، نحن نكون إيجابيين، نكتسب الوعي الإلهي، وأيضا نساعد الناس الذين هم يعيشون الطاقة السلبية على أن يتحدوا بالوعي الإلهي، لكي أيضا يعيشوا حياة الله، يعيشوا السعادة الأبدية، الجمال المطلق، الذكاء المطلق، والذي هو فيهم، لكنهم لم يفهموا أو لم يتعرفوا على الحب الغير المحدود للإله الذي يعني يحبهم بغير حدود. نشكركم إخواني وأخواتي على مشاهدتكم هذه الحلقة، نصلي من أجلكم، ونراكم في الفيديوهات والبرامج القادمة.